فريق الترجي عشان يقفل مفاتيح لعب النادي الاهلي خلال المباراه؟ هو تحديدا في اول ربع ساعه هم كانوا واخدين تعليمات واضحه بان انا هنزل استخدم العنف الزائد عن الحد مع لاعيب النادي الاهلي، وساعدهم في كده ان الحكم، انا شايف ان الحكم الجزائري مصطفى غربال لم يحمي لاعيب النادي الاهلي، قدم مباراه سيئه جدا. ممكن واحد يقول لك مفيش ضربه جزاء، مفيش ضربه جزاء، مفيش حاجه مؤثره، لكن انت ممكن حكم يحجم الفرقه بتاعتك. يحجم بمعنى ايه؟ يعني لو نستعرض، ادي قدامنا مثلا مصطفى غربال طبعا الحكم، اول حاله مثلا هوري لحضرتك شويه حالات، دي اول حاله، دي في الدقيقه كام؟ واحد والثانيه 40، ده اول واحد طبعا راح. احنا ما عندناش الحقوق ان احنا نعرض فيديو، فبنعرض صور. اتفضل. اول حاله مثلا حسام غشه ورايح يضرب مين؟ بيرسي تاو، ده استخدام الكره اصلا كانت طلعت اوت، بيضربه على طول. هات الصوره اللي بعدها كمل، هنا برضو بيرسي تاو بيقول له ايه؟ ليه؟ ليه يعني؟ هات الصوره اللي بعدها، دي الحاله الثانيه، دي ما اتحسبتش فاول اصلا. يعني ازاي لعبه زي دي ما تتحسبش دول في اول فاول؟ دقيقتين ثلاثه دي اللي اتحسبت رميه تماس واتصاب علي بعدي بعدها علي معلول على طول. طب دي ازاي ما تتحسبش فاول؟ يبقى مصطفى غربال، انا اللعيبه واخده تعليمات ان انا هنزل اصيب يا علي معلول يا امام عاشور يا بيرسي تاو، واحد من اللعيبه من اللي هم نجوم النادي الاهلي اللي هو يعتبروا من افضل اللعيبه مفاتيح اللعب. فازاي اللعبه دي اصابه علي معلول بالمناسبه؟ يمكن الناس بتسال علي معلول اتصاب ازاي او كده، طبعا هي قدريه في الاول في الاخر، بس هنا كان التحام مع يان ساس في الظهر. يعني يان ساس كان الالتحام، كانت الكره طالعه كده، فمن بعد الالتحام ده وعلي معلول وقع. هنا ده انت بتتكلم في اول ثلاث دقائق، يعني اصابه علي التحام مع بيرسي تاو، التحام مع امام عاشور مفيش فاول، التحام مع علي معلول، والحكم لم يحمي لاعبي النادي الاهلي. هتقول لي مفيش لعبه مؤثره، بس في حكم ممكن يحجمك، عمال يصفر طول الماتش، يعني عمال يصفر طول المباراه. هات نكمل بقيه الصور، هتلاقي الصور الباقيه. يعني بص حضرتك، ده فيديو لعلي معلول طبعا هم شايلينه سواء متولي الكهرباء بعد نهايه المباراه. اتفضل. بص هنا حضرتك، ده هنا دي تكمله اللعبه، هات اللي بعدها على طول. هنا علي معلول لما وقع بقى وحصلت الاصابه في الدقيقه 3، هنا برضو علي معلول بيتكلم مع الحكم. هنا شوف كام واحد عمال بيتكلم مع الحكم، وهو برضو انا شايف ان مصطفى غربال قدم واحده من اسوا مبارياته. هنا بقى اللعبه دي ازاي ما فيهاش فاول؟ لغايه دلوقتي انا مش مصدق والله، لعبه زي دي ازاي في الدقيقه 11 ما فيهاش فاول لاكرم توفيق؟ يعني شوف حضرتك، انت بتتكلم في اول ربع ساعه لعيبه واخده تعليمات ان انا هنزل احجم لعيبه النادي الاهلي بالفاولات، لان هم عارفين ان النادي الاهلي لعيبه النادي الاهلي اعلى منهم فنيا. فانت الحكم ساعدهم في كده. انا مش بقول سوء نيه، لكن انا بقول ان الحكم هنا مهزوز. ماتش كبير زي ده متاثر بالضغط الجماهيري، هات الصوره اللي قبلها بس ثواني، بص الكوره ازاي دي مش فاول، ازاي دي ما اتحسبتش فاول؟ سيبك من ان تحس فاول يا راجل، ده لازم يطلع كارت احمر، ده ما ادالوش انذار حتى. انت عارف ما حسبهاش فاول ليه؟ عشان ما يديش كارت. برافو عليك، عشان ما يبقاش كارت اولاني. هو اداها، اداله هو بعدها على طول، ادى كارت لروجير هولو في مع امام عاشور. دي مش محتاجه كارت اصفر. دي مش كارت، انا وجهه نظري ان دي كارت احمر مباشره. على الاقل اصفر وفاول، على الاقل يعني، على الاقل. ماشي، لو ادى فاول. لو ادى فاول، هو ما اداش فاول، لو ادى فاول هيبقى مطالب ان هو يدي كارت. صح. فده ادعى ان احنا ننظر لهذا الامر بشكل يعني مختلف بصراحه. كمل. هنا ده فاول، ده الاكرم توفيق بيحسب دي على فاول على اكرم توفيق. هاتها بس من اللي بعدها، الصوره اللي بعدها هتلاقي اكرم داخل على الكوره خالص، حاسبها فاول على اكرم في الدقيقه 7. كل دي كميه فاولات للترجي. على فكره الحكم ممكن يحجمك بفاولات، عشان كده لعيبه النادي الاهلي في اول ربع ساعه كان في توتر شويه، وفي بسبب الحكم. انا شايف كمل. هنا برضو ده الفاول اللي حضرتك بتتكلم عليه، الانذار للاعيب الافريقي اللي هو روجير اوهولو التوجولي مع امام عاشور، لانه تعطيل هجمه واعده. فهنا بدا يفوق شويه من الدقيقه 14 لما معلول اتصاب، مع الدقيقه 15 بالظبط بدا نوعا ما يحس ان هو ايه جاي على النادي الاهلي شويه. كمل. هنا دي نفس اللعبه، دي برضو فاول. هات هنا بقى، ده في الشوط الثاني في فاولات اتحسبت غريبه جدا جدا. الكره دي ازاي فاول على اكرم؟ جنان الشعلالي اصلا رامي نفسه، اكرم ما لمسوش، يبقى ازاي لعبه زي دي فاول؟ يعني ازاي؟ هات اللي بعدها. هنا هو رامي نفسه اصلا، هو ودي رجله ناحيه اكرم فتبان هو ما وديله حتى. ده هو بص حضرتك، يعني هو محرك رجله من جنبه، يعني مفيش تلامس اصلا في اللعب. هات اللي بعدها. هنا برضو اللعبه دي اتحسبت فاول على امام. بص رجل اصلا لعيب الترجي فين ورجل امام فين؟ ازاي دي فاول على امام؟ بص كميه الفاولات اللي تكمل. هات اللي بعدها. هنا دي فاول على وسام ابو علي، رغم ان هي اصلا فاول لوسام ابو علي، يعني دي فاول دي في الدقيقه 43.
هنا دي اتحسبت فاول، يعني هي كرة اصلا فاول لأسامة ابو علي اتحسبت فاول عليه. هات اللي بعدها. دي اخر حاجه معانا، اتفضل. يعني انت بص حضرتك كم الحالات التحكيميه اللي دي ده في يعني ايه ده في الدقيقه كام؟ دي في الدقيقه 43. يعني انت اذا الشوط الاول تحديدا كان هناك العديد والعديد من الاخطاء الواضحه، اخطاء تحكيميه في العاب. ممكن انا مش بقول ان في سوء نيه، لا، هو الحكم كان ضعيف الشخصيه، لم يستحمل الضغط الجماهيري. مصطفى غربال اخر سنتين بيقدم مستوى مزري الحقيقه، يعني مفيش ضربه جزاء، مفيش حاجه مؤثره، بس يعني مش بنتكلم ان هو بي بي